تتكون من نهاية عظمتين الساق مع عظمة ملاصقة للعظمتين بتكون المفصل. طبعا ده مفصل يتحرك كتير في كل الاتجاهات، فقابل لأنه هو يحصل فيه أي التواءات نتيجة تعثر في الملعب، نتيجة اصطدام، نتيجة حفر، نتيجة إن حتى الحذاء اللي بيرتديه الرياضي ما هوش يعني مناسب في الحركة اللي هو بيأديها. معظم الإصابات بتيجي مباشرة وغير مباشرة. المباشرة اللي هي طبعا نتيجة التصادم والصراع على الاستحواذ على الكرة بين اللاعبين، فده بيؤدي إلى ردة فعل قوية جدا على عظمة القدم، وده أحيانا من قوة الاصطدام يعني يحدث بعض الكسور في السلميات بتاعة المفصل بتاع القدم، وأحيانا يحدث التواءات حادة نتيجة الاصطدام المباشر. الصدام الغير مباشر بقى اللي هو فيه طبعا قفزات ما هيش متزنة، فيحدث التواء حاد بتاع مفصل القدم إلى الداخل أو إلى الخارج. خطورة الإصابة احنا عندنا أربطة داخلية وأربطة خارجية وأربطة أمامية. طبعا أخطر شيء اللي هي الأربطة الداخلية دي لما بتتمزق وتحدث زي ما بنقول unstable يعني غير متزن المفصل، فلازم يحدث تدخل جراحي لإعادة ترميم الأربطة بتاعة المفصل بتاع القدم. فطبعا دي بتاخد وقت طويل جدا للاستشفاء ولا يقل عن 4 شهور 3 شهور إن لم يصاحبها كسور في نفس العظام اللي حصل فيها التمزقات. طبعا بعد التدخل الجراحي بتحتاج إلى تأهيل لاستعادة الحركة بتاعة مفصل القدم ولتقوية الأربطة المحيطة بالقدم ولاستعادة قوة العضلات المحيطة بالقدم، لأن دي طبعا بيحصل فيها ضعف جامد نتيجة عدم الحركة ونتيجة عدم وصول الدم الكافي للعضلات، فبياخد وقت طويل في أن إحنا بنعمل بروتوكول تأهيل لاستعادة قوة العضلات واستعادة المدى الحركي بتاع المفصل، ودي بتاخد وقت طويل جدا. الوتر ده هو يعني همزة الوصل بين عضلات الساق الخلفية اللي هي الكاف ماسلز وبين عظمة الكاحل اللي تحت. فالوتر ده قوي جدا لأنه هو يعتمد عليه الجمب العالي ويعتمد عليه الشوتينج ويعتمد عليه التغيير الاتجاهات داخل الملعب. ده لو حصل فيه تمزق بسيط لازم نثبت المكان بتاعه لإعادة التئامه، ولو حصل فيه تمزق متوسط أو فوق المتوسط لابد من التدخل الجراحي، فبياخد وقت طويل مش أقل من 5 شهور 6 شهور، ولذلك لابد من أن إحنا نحافظ على القوام بتاع القدم ونحاول بقدر الإمكان أن إحنا لو في أي تشوهات في القدم هي اللي بتأثر على الوتر ده نحاول أن إحنا نعالجها بالتمرينات وبالفرشات الطبية الملائمة داخل الحذاء المرتدي.